أتشرف بلقائكم اليوم كأخي وعلى تراب هذه الولاية الأبية لمشاركتكم في تتويج النكال التصيلي نرجل على إثر وفاة الحاج إبراهيم غومر المجاهد والسيناتور السابق والذي ذكر في وصفه السيد رئيس الجمهورية على أنه أحد القامات الشامخة في الجهاد والوطنية واستخلافه بابنه الأكبر السيد البكري غومر. ومن هذا المقام يشرفني أن أعلن رسميا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرر تسمية مطار تخملت في ولاية إليزي باسم المجاهد المرحوم إبراهيم غومر.